في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال: إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر قداسة البابا اليوم في التكلم على التمييز وعلى التعزية الروحية التي هي من العناصر التي تحمل على التمييز، وقال: كيف يمكننا أن نعرف التعزية الروحية الحقيقية فنعرف ما هو خيرنا الحقيقي، ونعرف هل أفكارنا صالحة وموجهة نحو الخير في البداية وفي منتصف الطريق وفي النهاية، أم هي أفكار من الروح الشرير؟ مثلاً، أفكر في البداية أن أصلي وأن أقوم بأعمال محبة، ثم يتبين لي أن صلاتي وأعمال المحبة التي أقوم بها هي لأهرب من واجبات أخرى لازمة علي. هنا أعرف أن هذا من الشرير وليس من الله. أو أصلي والصلاة حتماً صالحة وهي من الله، لكن أميل في صلاتي إلى التباهي أو إلى الاستعلاء على غيري الذي لا يصلي أو ما شابه، كما حدث في مثل الفريسي والعشار في الإنجيل. هنا عمل الخير دخله الروح الشرير، ويجب أن أنتبه إلى ذلك. الروح الشرير يستخدم أحب الأمور إلي ليتسلل من خلالها ويدخل في قلبي، فهو يستخدم حبي لله وحبي لعمل الخير وغير ذلك. القضية إذن هي معرفة أنفسنا. كلما عرفنا أنفسنا عرفنا من أين يدخل الروح الشرير، وعرفنا أيضاً متى تعمل نعمة الله فينا، واستطعنا أن ننمو في الحرية والوعي. وأخيراً، التعزية الحقيقية هي نوع من التأكيد على حقيقة أننا نفعل ما يريده الله منا، وأننا نسير على طرقه، أي على طرق الحياة والفرح والسلام.